الأمر الآخر تبون راهو خرج بواحد العجب الجديد. اسمعوا، لدينا صندوق النقد الدولي وفتاوي اقتصادية، واللي يستدين ماهوش عيب، واللي عيب الاستدانة عيب وخيانة للشهداء. شوف هنا خليني نتكلم في هذه النقطة. قال في البداية قال بأنه ماهوش عيب أنك تروح المديونية، وبعد لا عيب تروح المديونية وفيها خيانة للشهداء. يعني الجزائر كانت ترتكب العيب في السنين الماضية عندما احتاجت للمديونية، يعني عيب، خانوا الشهداء. وفي ذلك الوقت اللي كانت الجزائر تخون في الشهداء حسب منطق تبون، تبون كان في المناصب وكان في النظام. تتوقعوا يعني راح يكون فوز كبير لفلان هذه الشهر؟ نتمنى ان شاء الله. شي المنطق هذا؟ المنطق هذا المديونية ماهيش عيب، لا لا عيب وخيانة للشهداء، ثم بعد ذلك يبرر. لما تكون ما تكونش في عندك حاجة للمديونية تعتبر خونة الشهداء. صحيح كي يكون واحد مش خيانة للشهداء، حتى في الفقه الاقتصادي واحد ما يحتاجش للدين ويلجأ للدين، هذا هو مفلس. واحد ثاري حتى على مستوى الفرد، واحد لبس عليه أموره تمام، بيته بسيارته وعنده شهريته، لبس عليه ما يحتاج ويروح يسلف، هذا رمان مهبول، هذا على مستوى فرد. فعلى مستوى الدولة أيضا، لذلك الدول التي تلجأ للمديونية راي عمرها لا دولة ما تحتاج تلجأ. أغلبية الدول اللي لجأت للمديونية فرضتها الأمور، وعلاش أنت تبون ترجعها عيب؟ معناها الدول اللي راحت، أنت هنا تطاول على دول اللي راهي لجأت إلى المديونية، الدول اللي لجأت إلى المديونية راك تطاول عليهم، راهم خانوا أوطانهم. مصر لجأت إلى المديونية، المغرب عنده مديونية، تونس لجأت إلى المديونية، دول لجأت إلى المديونية، هاي دول عندها مديونية كبيرة، معناها كل أنت تتهمهم بالخيانة. يعني ما هوش منطق شهداء تدخلهم لي حتى في الاقتصاد. دولة تلجأ إلى المديونية عندما تكون تحتاج، لذلك نخلي هما فقط لأنهم في مرحلة تحضير للانتخابات الرئاسية لازم يدخلوا الشهداء في كل حاجة. خلينا نزيد ونكملوا العجب العجاب اللي يجي فيه تبون. لأن لك تمشي للمديونية وانت قادر تنظم حوالك باش ما تمشيش للمديونية. تمشي للمديونية خلاص سكت، ما بقى لك لا تدافع لا على غزة ولا على الصحراء الغربية ولا على حقوق الإنسان ولا حقوق المضطهدين في إفريقيا وغير إفريقيا. إذن ما نمشوش للمديونية وما مشيناش رغم يعني الفخ اللي كانوا بانينه لنا. شوفوا يا جماعة الخير، والله شوفوا يا إخواني الكرام، يعني هذا العجب، كل ما يطلع يحكي أنه ما رحناش المديونية، هذا الإنجاز الكبير. يا ولدي للأرقام اللي راهي تتحدث على أموال طائلة تدخل للجزائر من الغاز والبترول، علاش تروح للمديونية؟ علاش تروح للمديونية؟ هذا هو إنجازك يا تبون، أنك ما تروحش للمديونية. هي علاش تروح المديونية؟ أنت أصلا مش في حاجة، غلاء أسعار النفط ملأت الخزينة، الأموال طائلة، علاش تحكي للجزائريين أنك ما روحتش للمديونية؟ ياكم روحتوا للمديونية قبل لما تدهورت أسعار النفط اضطرت الجزائر إلى المديونية. هل خانت الشهداء؟ لأنها في حاجة. لكن الغريب مشي هنا، والله كله هذا الشخص رو مريض، هذا من المفروض يدو حطوه في العثمانية حتى يرتاح. المشكل مشوا هنا، المشكل يقول أنه لو نروحوا للمديونية ما نقدروا لا ندافعوا على غزة للصحراء الغربية لا حقوق الإنسان وحقوق المضطهدين. خلينا نقطة نقطة، واش دافعت على غزة يا تفول؟ واش درت الغز؟ هيا واش درت له؟ الجزائر وينكم يا المتفول؟ وينكم يا تفول؟ وينكم يا الجزائر؟ أوقفت الحرب؟ درت شوية القرار هذاك اللي وافقت عليه أمريكا ووافقوا عليه الدول من أجل وفي خدمة إسرائيل، ولذلك لم يلتزموا به، لم يلتزموا به أصلا لا حماس ولا اهتموا فيه. ومدة رمضان يعني تقريبا أسبوع فقط في أواخر رمضان، وين هي الحكاية؟ هذا هو، وين دفعت على غزة؟ رحت للمحاكم الدولية، قطعت العلاقات، درت حاجة، قاعد تدير في فولكلور ويعني حركات بهلوانية تديروا فيها في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. هذا هي الحاجة. يعني لو كان جيت مسال ما تقدرش تدير هذيك؟ هاي الجزائر كانت عليها ديون من قبل،
معناها في تلك الفترة الجزائر باعت القضايا هذه. خليك من الهبل نتاعك هذا يا رجل، والله هبل، أقسم بالله بأنه هبل بمعنى الكلم وخبل. يعني زيد الصحراء الغربية، أولا لا وش قاعد تدير لها الصحراء الغربية بين ظفرين؟ وش قاعد تدير لها؟ وش أنجزت لها؟ تيروا في عهد تبون ما تحقق لصالح المغرب دبلوماسيا غير مسبوق. هاي مع عهد تبون ما اعترفتش أمريكا بمغربية الصحراء، إسبانيا ما اعترفتش بمغربية الصحراء، إسرائيل اعترفت بمغربية الصحراء، دول أخرى فتحت قنصليات وسفارات، قنصليات في الداخل والعيون، يعني وين؟ الإمارات راهي تساند بكل قوتها مغربية الصحراء، دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي راه يرافع لمغربية الصحراء بكل الوسائل، واش درت لهم يا تفول؟ يعني كي ما تديرش الديور راح تدافع، وأحب دار غزة والصحراء الغربية، ما عندهم حتى علاقة ببعض ولا شبه بعض. ولكن قلت لكم هذا يثبت أنه الكلام اللي كنت نقول فيه من قبل أنه تبون والنظام الجزائري راه يتاجر بقضية الصحراء، ليس إلا يتاجرون فيها فقط، عفوا قضية فلسطين يتاجروا بها فقط ويستعملوها للمتاجرة بقضية الصحراء، هذه هي القضية. ثم بعد ذلك يقول لك حقوق الإنسان وحقوق المستضعفين. يا جماعة منذ قليل فقط أحكي لكم على ما يتعرض له شقيق عادل، المستعتق لي الرأي، الناس تختطف من ديارهم، استبداد غير مسبوق، لا حق في الكلمة، لا حق في التظاهر، حتى لصالح فلسطين، لصالح غزة، الدول كل ثاروا فيها مظاهرات مساندة إلا الجامعات الجزائرية. هيا أعطوا منعين المظاهرات، ويجي يقول لك رانا نساندوا في هذه القضايا. حقوق الإنسان، ملف الجزائر أسود في حقوق الإنسان في عهد شنقري، هذا تبون راهو مخلب قط في الحكاية كلها فقط يا جماعة، ما عنده ولا كلمة ولا أي شيء، عبارة عن بهلوان يعدوا به في الوقت. لكن في زمن عصابة سعيد شنقري هو اللي خلى أسوأ مرحلة في تاريخ الجزائر من حيث تكميم الأفواه والتسلط والظلم والاضطهاد ومطاردة الجزائريين في الداخل والخارج، عثنا ما عشنا في هذه المرحلة. ما جي تحكي لنا وتحضر لنا أنت يا تبون على حقوق الإنسان. لذلك إخواني الكرام هذه كلها راي عبارة عن عجائب وغرائب وسذجات تأتي على لسان من يسمي نفسه رئيس جمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني والقادم أسوأ. وضو كلام جيد.